هذا البرنامج برعاية مساء الخير. اهلا وسهلا بكم مشاهديني ومتابعيني متابعين برنامج ايه الحكايه، واهلا وسهلا بكم في السيزون الثاني على قناه الاي بي سي وبرنامج ايه الحكايه. برنامج حلو جدا بيخاطب كل الاسره وبيناقش كل الاسره، رياضي ثقافي اجتماعي فني. برنامج حلو جدا، اتمنى تتابعوني اثنين وخميس من كل اسبوع. معايا النهارده مخرج كليبات ومخرج اعلانات، وبعد كده اتجه للتمثيل، الفنان محمود علي. اهلا بك يا محمود. اهلا بك يا استاذ. احنا عرفنا محمود اللي انت في الاول كنت مخرج كليبات ومخرج اعلانات، وبعد كده اتجهت للتمثيل. اعمالك يا محمود في الفتره اللي فاتت كانت اعمال كتير جدا، والمسلسلات كلها بصراحه ناجحه. انا عايزاك بقى تقول للجمهور وتشاركوا معاك ان انت في الاعمال اللي فاتت عملت ايه وايه في المسلسلات. انا سامع انت عامل يعني كميه كبيره جدا من الاعمال. الحمد لله، ربنا كرمني وشاركت في مسلسل نسل الاغراب، وشاركت في مسلسل موسى، وشاركت في مسلسل المداح، وشاركت في مسلسل فارس بلا جواز، وشاركت في مسلسل سعودي أهل الواحة، وشاركت في مسلسل سعودي تاني البصير 1940، وشاركت في مسلسل الطاووس، وشاركت في مسلسل اللي ملوش كبير. تقريبا ما كانش حد بيشارك في البلد اللي انت يا محمود. هو تقريبا لا ما شاء الله حاجات تاني، وقلنا موسى موسى الحمد لله، موسى مع محمد النجم الكبير محمد رمضان. وسمع ان انت دلوقتي برضو بتعمل فيلم مع الفنانه الكبيره صابرين اسمه المحكمه. فيلم المحكمه يجمع وغادة عادل جميله، وغادة عادل ونجلاء بدر واحمد داش وصابرين بس ده ندل على شيء مبارك. ده ندل على شيء يا محمود، فيدل على ان انت انسان محبوب في وسط الوسط، بدليل ان كل ما يجي يعملوا مسلسل او مشاهد كويسه تليق على شكلك والكاركتر بتاعك فبيجيبوك. انا سامع ان انت عامل اي بدور المحامي في فيلم المحكمه مع الفنانه غادة عادل وصابرين، صح الكلام ده؟ صح. فان شاء الله لك مستقبل باهر ولك مستقبل عظيم. وانت اول ما بدات يا محمود بدات في الكليبات وبدات في الاخراج وبدات في الحاجات دي، انت ناوي تستمر المرحله الجايه فين بقى؟ في ترجع للكليبات تاني والاخراج والاغاني، ولا هتكمل في التمثيل، ولا الاثنين مع بعض؟ لا انا عارف الجمهور بتاعك، لان الجمهور طبعا عشان بيحبك وعايز يتابع اعمالك وكده، قول لهم انت ناوي المرحله الجايه ناوي تكمل فين؟ هل هتاخد التمثيل جنب الاخراج والكليبات، ولا يعني عايز بتحب ان هو افضل؟ الاخراج دي هوايه عندي من بدايتي في المجال نفسه، وان شاء الله قريبا مجموعه كليبات مع اجمل نجوم المهرجانات، وفي برضو مطربين شعبيين ان شاء الله من اخراجي، معايا برضو من النجوم فريق شبيك لبيك، فارس حميده، حسن البرنس، ناصر غندي، وفي كليب برضو تاني غير الكليبات دول، ده كل واحد كليب سنجل لوحده، وكليب للاستاذ خميس شعبان عبد الرحيم، ومعايا برضو مطرب تاني حد تابعه. ده هندل على شيء يا محمود يدل على ان انت انسان عندك طموح قوي جدا جدا، وانسان شاطر وبتسعى وبتجتهد. واسمح لي اقول لك اللي انت من شويه قايل اللي انت عندك 20 سنه وعملت كميه الاعمال دي، او شاركت في كميه المسلسلات وكميه الافلام وكميه الكليبات، ده معناها ان انت انسان دؤوب جدا وانسان شاطر وبتشتغل على نفسك، صح الكلام ده؟ فعلا الاجتهاد حلو، انا ما بقولش لحد نام، اجتهد واسعى وما تزعلش حد منك. اصل زعله عشان ايه؟ لا، كل ما تزعلش اي حد منك في الوسط او خارج الوسط. عشان كده يا محمود اسمح لي اسالك تاني، اللي هم ما بتزعلش حد منك وانسان مسالم، انت شكلك اصلا بطبعك انسان مسالم، انسان محب للخير، بدليل ان كل الناس حباك وكل اللي عنده مشاهد وحاجات ومسلسلات بياخدوك فيها. انت خلصت الدراسه يا محمود ولا لسه؟ لا لسه بدرس. طب كويس قوي قوي، يعني جنب الدراسه والجمهور بتاعك اللي انت جنب الدراسه كمان بتشتغل ومجتهد وبتسعى. وباخد كورسات تقويه اخراج، وبسعى برضو في ان اكون برضو ممثل مسرح، من تشجيع استاذ محمد رمضان ليا بيدعمني ان اشتغل في المسرح. انت عملت معاه مسلسل موسى.
كنت معايا في مسلسل موسى و تفتكر لنا مشهد كده الجمهور ما يعرفوش في مسلسل موسى، بانه بيحب الممثل النجم الكبير محمد رمضان، يعني حاجه كده خلف الكواليس يعني الناس مبقاش عارفاها، يعني مشهد كده كوميدي، مشهد حلو لمحمد رمضان استحضر في دماغك تقدر تقول للجمهور، يعني حاجه كده لمحه كده يعني. هو شخصية هزار في اللوكيشن تام، مش شخصية قافلة ولا كده، لا بيهزر مع ده ومع ده والكبير والصغير، وينصح ده وينصح ده زي ما نصحني ان اشتغل في المسرح. طب تسمح لي برضو ان انا اسالك، انت عملت في نسل الاغراب، نسل الاغراب كان حواليه جدل كبير جدا جدا يا محمود، وناس كتير اتكلمت عن المسلسل ده، هل الجدل اللي حصل عليه بره المسلسل على السوشيال ميديا وفي التلفزيون وفي القنوات الفضائيه، هل هو يستحق الجدل ده، ولا انت شايف المسلسل عامل ازاي؟ هو اي نجاح زي ما ليه نجاح زي ما ليه ناس مش حباه، زي ما في ناس بتحب العمل ده في ناس مش بتحب العمل ده، بس يدل على الترندات الكبيرة دي على النجاح. والناس اللي بتتكلم ان توقف، لا محمد سامي بيخرج وفي ان شاء الله حاجات تانية احسن واحسن، وان شاء الله نبقى عند حسن وان شاء الله نبقى عند حسن ربنا ظنكم ان شاء يوفقك. الله. انت خجول بطبعك يا محمود، وده واضح لنا على القمر، يعني انا يمكن على القمر بتبان حاجة تانية في المسلسلات، بس انت بطبيعتك خجول، بس اكيد لما بتيجي قدام الكاميرا بتبقى شخصية تانية، لا يعني أنا انا محللك صح ولا ايه؟ لا أنا أصلا هنا مش بتكلم مع حد، أنا بتكلم مع أهلي وناسي وكل اللي بيتفرج عليا، ده شرف انا ليا بتكلم في الطبيعة مش قدام في الكاميرا، الطبيعة. مش قدام الكاميرا، انت قدام الكاميرا حاجة وفي طبيعتك خجول. السؤال ده انا بسأله لسبب يا محمود، ان ممكن يكون انسان جواه موهبة وفي نفس الوقت حاسس ان هو خجول، فيجي يقول لك لا انا هدفن موهبتي علشان انا هاجي قدام الكاميرا مش هعرف اتكلم، انت تقول له ايه؟ لا اسعى على نفسك وادرس وخد ورش واسعى واتدرب مع نفسك في البيت مع اصحابك مع جيرانك. برضه احب اسالك سؤال يا محمود، افرض في بنت او ولد وعنده موهبه حلوه قوي قوي، سواء في الاخراج سواء في الكليبات او الاغاني او التمثيل، وعايز يوصل للطريق وللسكه اللي انت وصلت لها ومش عارف، وطلب منك المساعده، انت هتبخل عليه ولا هتساعده؟ عينيا ليه؟ بس يكون عنده الموهبة فعلا يكلمني وانا تحت امره. هو اتدلع الخير يا محمود كفاعله، وزي ما انت هتقف جنب اي شاب عنده نجاح او عنده طموح او نفسه يوصل ومش عارف، هتلاقي ربنا برضو بعت لك اللي يقف جنب منك، متفق معايا في الكلام ده؟ ده حقيقة فعلا، ما يعني ما تقولش ده كده هياخد من رزق، لا دي الارزاق دي بتاعت ربنا، وربنا ده زي ما ادى ده الرزق وادى ده الرزق. محمد رمضان معانا في اللوكيشن ما بيقولكش انا جدي كان النجم فلان، لا بيقولك انا ابتديتها من الصفر. انت محمود سامع دلوقتي اللي انت معروض عليك مسلسل، اسم مسلسل تركي، التركي ده مشترك ما بين سوريا وبين مصر، وتقريبا المسلسل ده هيبقى 120 حلقة، وانت برضو واخد دور كبير فيه، الكلام ده مظبوط؟ فعلا من انتاج ام بي سي مصر. من انتاج، هيبقى انتاجه قوي فعلا. طيب انتوا بدأتوا تصوير فيه ولا لسه؟ عرف الجمهور بتاعك؟ لا بدأنا وان شاء الله سامع ان قريبا هيكون على اجمل القنوات ان شاء الله من ام بي سي مصر. انت شخصية يعني بعيد عن التمثيل، انا اعرفك يعني بره الكويشن وبره الحاجات دي كلها، شخصية هادية، شخصية محترمة، شخصية خلوقة، وتستحق كل الاحترام وكل التقدير، ونتمنى لك السعادة ونتمنى لك حظ سعيد في اعمالك كلها، سواء اخراج سواء كليبات يعني او مسلسلات او افلام، وتحب تقول كلمة اخيرة ايه للجمهور بتاعك اللي شايفك دلوقتي وللشباب اللي في سنك وعنده موهبة؟ ربنا يكرمكم جميعا ويكرمني، انا اللي انا فيه حاليا ده بدعواتكم عموما، يعني مش بارادتنا. والناس اللي بتتكلم عن نسل الاغراب ان حاجات كتيره كده اهو، انا بعرف الناس حاجه، ان الاستاذ محمد سامي كان لغايه اخر رمضان كان بيصور في المسلسل بتاعه، ما كانش بينام، عنده كل يوم تصوير، وغير كده مش تصوير بس، غير ان في مونتاج، غير ان بيراجع على ده وبيراجع على ده. والناس يقول لك كان بيتعصب، لا هو كان من كتر الضغط، كان في ممثل يجي مثلا النهارده ملوش ان يصور تاني او يجي يصور كمان اسبوع، فيجي كل حاجه تتعمل صح، ان المسلسل قوي مش هو مسلسل بص كوميدي.
بص يا محمود، هو المخرج الكبير محمد سامي طبعا نار على العالم، ما حدش يختلف عليه، ما فيش اتنين يختلفوا عليه. بس هو المسلسل ده احنا بنتكلم المشاهدين دلوقتي، هو حصل عليه جدل كبير جدا جدا. ده ما ننكرش ان هو مخرج شاطر قوي قوي قوي، شايف شغله، وطبعا احنا بنوجه له كل التحية، وبوجه لك كل التحية، ونقول لجمهورنا احنا استمتعنا بالحلقة مع الفنان المخرج الشاب الصاعد محمود علي، وكانت حلقة حلوة جدا جدا، وبنقدم له كل التحية، وبتمنى لك كل خير، ومع ألف سلامة. الله يسلمك. السلامة يا محمود.